الشارع هذا يعتبر من أخطر الشوارع اللي موجودة في الكويت، اللي داش فيه مفقود واللي طالع منه مولود. خضرة بالأرض. هذا داخل الحين يجي سيارة. لا مو الحين يجي، أنا أشوف أنا كل نفر واقف يبي يشتري. هذا شنو؟ هذا خضر. خضر ليش على الأرض؟ بيع على كيلو 750. في واحد نفر بصل بيع كيلو 750. كيلو 750 بصل. هذا نفر كل يقول واحد كيلو بصل 750، نص دينار يا ماما. شنو تبي الحين؟ تبي بصل؟ اخذ بصل، يلا شيل. تفاعة أخضر نص دينار، ماشي؟ كنار كويتي 350. طماطم كويتي، هذا بصل الأردني. عندك ما شاء الله خير شوي. أبيض مسرحين بيه، بس الأحمر لا، الزبون عاوز بصل أحمر. الاسعار غاليه والله، اقسم بالله غاليه. البيض بجيبه من هنا الاربعه ماشي بربع، ده بيبيع الثلاثه بربع، ده غالي والله. من اول السبعه. السلام عليكم. شوي وخر. السلام عليكم. قوطي الفول كم؟ قوطي الفول بكم؟ كم الدياية؟ هذه دينار 100 يمكن، هذا سعره مو غريب طبيعي. لا 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 ما ما لا لا عادي ما بغلب، بس البصل، بس مشكلة البصل. اليوم الوطن بحاجتنا كلنا، نكون ايد واحدة مع بعض وما نستغل الآخرين.